هو أول الأشواط شوط الإذاعة لأصحاب السمو الشيوخ لفئة المحليات الأصايل. خامس المراكز يذهب من نصيب ذوق للشيخ محمد بن سلطان بن سالم بن محمد الغاسمي، وحصلت ذوق على نسبة 83%. رابع المراكز يذهب من نصيب العالية للشيخ فالح بن ناصر بن علي آل ثاني من دولة قطر، وحصلت العالية على نسبة 85%. وصلنا للثلاث المراكز الأولى، والمنافسة ما بين وطن للشيخ محمد بن صقر بن محمد الغاسمي وبين هقاوي للشيخ زايد بن خالد بن سلطان آل نهيان وبين نوادر للشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان. ومن حصل على ثالث المراكز ذهب الوشاح من نصيب هقاوي للشيخ زايد بن خالد بن سلطان آل نهيان، وحصلت هقاوي على نسبة 90%. وطن ونوادر ومن غادر بالرمز رمز الإذاعة أصحاب السمو الشيوخ لفئة المحليات الأصايل. تهانينا للشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان من حصل على المركز الأول وقف بالرمز على ظهر نوادر، وحصلت نوادر على نسبة 94%. وثاني المراكز يذهب من نصيب وطن للشيخ محمد بن صقر بن محمد الغاسمي، وحصلت وطن على نسبة 91%. تهانينا والناموس للجميع على هذا الفوز.